ال10 دولار الأولى إزاي نحققها لقناتنا؟ إزاي نحقق الشرط تالت علشان يجينا البين كود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين قناتنا قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب لعالم وأسرار اليوتيوب والتحديثات الجديدة. لو أنت أول مرة تدخل قناتنا اشترك في القناة وفعل جرس على الكل علشان يصلك إشعار بفيديوهاتنا. من ضمن الأسئلة اللي بتجيلي كتير جدا هي إزاي إن إحنا نحقق ال10 دولار الأولى علشان خاطر يجينا البين كود ونحقق الشرط التالت. أنت القناة دي بتمر بمراحل، مرحلة إن أنا إزاي أحقق المشتركين والمشاهدات، بعد كده إزاي إن أنا أفعل القناة وأربط بجوجل أدسنس، بعد كده إزاي إن أنا يجي أحقق ال10 دولار ارباح علشان خاطر يجيني البين كود والاعلانات ما توقفش على قناتي. الناس للاسف يعني مش شغاله صح. والله طب ازاي ان الناس مش شغاله صح؟ اولا ال10 دولار ده ليس شرط، ال10 دولار هو ليس شرط. طب احنا يا باشمهندس عايزين نخلص بسرعه ال10 دولار عشان يجينا البين كود، ما يجي البين كود براحته. تكون اصلا ان انت مش عارف تحقق ال10 دولار في فتره، خدت فتره كبيره ومش عارف تحققهم، يبقى انت عندك مشكله في فيديوهاتك، يبقى انت محتوى قناتك مش بيهم الناس، مش عارف تستهدف صح. انت تدور على السبب، دور على السبب المشكله الاساسيه. يعني ال10 دولار دي نتيجه محطه انت هتوصل لها بعد ما ان انت تكون عالجت المشكله الاساسيه. فانت تعالج المشكله الاساسيه هي نقص المشاهدات والارباح في قناتك. طيب انا مش مهندس، هل انا ده منطقي ان انا قعدت شهر شهرين مش عارف الحقيقه ال10 دولار؟ ما هو انت عشان عندك مشكله. لو انت عالجت السبب هتحصل على نتيجه كويسه، تجيب ال10 دولار ديت ممكن في اسبوع، في 10 ايام، وتخلص، او في شهر، او يعني ايا كان، في يوم. المهم ان انت هتجيبها بسرعه. وبالتالي انت تركز على المشكله الاساسيه. ال10 دولار يا جماعه ليست ان انت عشان يجي لك البين كود. واحنا عندنا طبعا فيديو ازاي ان انت تفعل البين كود وكل التفاصيل بتاعه البين كود والاشياء دي كلها اللي لسه مش عارف، هيظهر معاكم الفيديو هنا في علامه الاي وهيكون موجود في وصف الفيديو ده. فانت انت دلوقتي ال10 دولار ده، هل هو شرط ان انت اليوتيوب بيقول لك لو انت ما حققتوش، او الادسنس بيقول لك لو انت ما حققتوش في شهر او في شهرين او في كذا، هل الارباح توقف على قناتك؟ لا. بس كل الموضوع ان انت عندما تصل او تحصل على 10 دولار في جوجل ادسنس من قناتك، ساعتها لازم تفعل ايه؟ البين كود اللي بيجي لك على البريد. بيديك 4 شهور تقريبا ان انت تفعل على ايه في الفتره دي. يعني اول مره اليوتيوب بيرسل بشكل تلقائي، بعدين انت بتطلب مره ومره ومره ومره، 3 مرات، مع المره الاولى يبقى كده 4 مرات، بين ده وبين كل مره والتانيه 21 تقريبا، اللي هو 3 اسابيع. طب انت عدى عليك 4 شهور تقريبا وما عملتش الكلام ده، يبدا الارباح تقف على قناتك. وبعد كده ان انت ايه، في طرق ليها نحلها ان شاء الله ونبدا نشرحها بعد كده. طيب في اخر مره ديت بيجي لك رساله كده فوق يقول لك ان انت الاعلانات هتوقف على قناتك لو انت ايه ما فعلتش البين كود على قناتك. وبالتالي طبعا بتقدر انك تفعل بالبطاقه في الفتره ديت في الوقت ده. ما تروحش تشتري ال10 دولار ب 500 جنيه و 400 جنيه، ال10 دولار ب 160 جنيه، تروح تشتري ب 500 جنيه. طب ليه؟ طب انا اشتريت ال10 دولار، خلاص اشتريت ال10 دولار وجالي البين كود ودخلته تمام. يا مش مهندس ما عندناش ارباح. طب ما انت هيجي لك ارباح، ما انت كان عندك المشكله اصلا ما حلتهاش من الاول. لا انت ابدا اشتغل صح. الموضوعات اللي عندي مش بتهم الناس، مش كويسه، ابدا اسيبها عادي ما اشيلهاش، بس ابدا احط موضوعات ثانيه تهم الناس، استهدف بشكل صح. ما اقولش ان انا ال10 دولار هجيبها ازاي، ما انت مش بيجي لك مشاهدات. حتى لو انت اشتريت ال10 دولار ديت او عملت طرق غير قانونيه او عملت اي شيء، ما هو انا لسه برضه في نفس المشكله، اقعد سنه عشان يجي لي ال100 دولار اللي انا اسحبها. ما انت ما تسحب ارباحك لما يكون بتصل ل100 دولار. اذا كنت انا مش عارف اجيب ال10 دولار يا جماعه، هجيب ال100 دولار. وبالتالي لازم تشتغل صح وتشوف المشكله فين. ارفع موضوع كويسه. في 2021 القناه اللي هتطلع وهتبقى بيزنس كويس وهتحصل منها على فلوس كويسه هي القناه اللي المحتوى اللي الشخص بيتعب عليه بصراحه، وتتعلم مونتاج. ما تقولش ان انا مش عارف، انا مش عارف ايه، ما انا مش عارف انا كمان. ايه اللي مش عارف؟ ما تتعلم. مش مشكله انت مش عارف، مش مشكله خالص على فكره، يعني مش عيب ولا حرام ان انت ما انتش عارف. ما انا بنختبر مواد او بنروح امتحانات بنكونش عارفين، لما بنذاكر بنعرف. وبالتالي مش مشكله ان انا مش عارف، مش مشكله ان انا مش عارف اتعلم مونتاج بالكمبيوتر. طب ما انت مش معنى انت معاك فلوس روح تشتري ال10 دولار ب 500 جنيه ومعاك فلوس روح تفعل قناتك تدفع 2003 عشان تشتري مشاهدات ومشتركين وتقول دول عشان خاطر افعل القناه. ما انت هتفعل القناه، ما شغل مش بروفيشنال، مش احترافي. لازم شغلك يكون احترافي. 2021 القناه اللي هتطلع لفوق هي القناه اللي شغاله بشغل احترافي، هي بتشتغل صح. اعمل مونتاج محترم، ما يبقاش ان انا مش عارف اعمل صوره مصغره، اتعلم، اخد دوره واتعلم، اطلب من حد يديني دوره حتى بفلوس، مش مشكله اتعب بقى، ما انا لازم ادفع. اتعلم المونتاج بالكمبيوتر، ازاي ان انا امنتج صح، ازاي ان انا اشتغل صح، ازاي ان انا اصور صح. لغايه دلوقتي الناس بتصور كده، بيتكلم نفسه، يعني بيقعد يصور ومش عارف ايه، يعني بيكلم نفسه هو، ما بيبصش للعدسه بتاعت الايه، بتاعت الكاميرا. يعني ما اتعلمش التصوير اصلا. انت ممكن تصور بالموبايل عادي مش شرط كاميرا، بس انت ازاي ان انت تستفيد وتفهم وتطبق الاشياء، الشروحات والاشياء ديت. بنرفع فيديو مثلا بتاع شروحات، تبص تلاقي واحد تحت كاتب لك يا مبدع يا بتنجان، شايفني رقاص مثلا ولا شايفني ايه؟ يا عم خش شوف الفيديو واستفيد منه. تلاقي كاتب لك
تحت يا مبدع. واصلا انا لسه رافع الفيديو دايما، انا اصلا لسه متك على البتاع عشان احوله علني، ويقول لك يا مبدع. يا عم شاهد الفيديو وتبص تلاقي الناس بتموت الفيديوهات اللي عندك، بتموتها ليه؟ سيادته بيروح جاي داخل تحت كاتب كلمتين وانا من اوائل الناس اللي شفت. مش شرط ان انت من اول ولا من الاخر، هو متشاهد الفيديو يعني شاهد الفيديو كاملا او حتى على الاقل نصه، شاهد على الاقل نصه عشان يبقى حتى متوسط المشاهده 50%. ما يبقاش ان انت السبب في ان انت تموت الفيديو بتاعي. يعني انا بتعب في الفيديو علشان اقدم لك ماده علميه، عشان اوصل لك حاجه معينه انا بطبقها في قناتي، ما انا ممكن اقولها لكش. وقنوات كتيره جدا ما بتقولش اللي بتعمله في قنواتها، بتقول للناس حاجه، تقول للناس حاجه واللي بيطبقها على قناته حاجه تانية. تمام؟ فاحنا صريحين معاكم، فانت ما تكونش السبب في ان انت تموت الفيديوهات. اشتغل صح يا جماعه، 2021 محتاج ان انت تبذل مجهود، يكون معاك كده دفتر كده وتحط سكريبت وتتكلم في موضوع وتجهزه، تعمل كانك بتعمل فيلم او مسلسل بالضبط. شوف هتتعب فيه ازاي. مش شرط ان ارفع فيديوهات كتيره، مش شرط ان ارفع فيديوهات كل يوم، لا انا ممكن ارفع مثلا في الاسبوع 3 فيديوهات كويس جدا حلو، بس اتعب عليهم شويه، او فيديوهين لو انا لقيت نفسي الموضوع متعب بالنسبه لي. ولما قناتك تكبر لو رفعت فيديو واحد اسبوعين مفيش مشكله، المهم ان انت تكون منضبط في رفع المواعيد بتاعت رفع الفيديوهات. فما تقوليش بقى مشكله 10 دولار ولا مشكله كذا، اشتغل صح بالله عليك. وانا بيجريش مشتركين، ما انت شوف المشكله فين. لو واحد بعت لك يقول لك مثلا ازاي اجيب مشتركين، بالله عليك كلمه ازاي اجيب مشتركين ديت، يعني انا هقدر ارد عليك في جمله اقول لك مثلا ازاي تجيب مشتركين؟ انت تعمل كذا، خلاص جبت مشتركين اعمل كده، جبت انا ساحر مثلا، ساحر انا مثلا يعني، ما انا كنت جبت مشتركين لقناتي بسرعه كده لو انا راجل بتاع. زي واحد مثلا ازاي انك انت تحول ال10 جنيه ال10 جنيه او مثلا الدولار ل100 دولار وهو اصلا لابس اصلا شبشب اساسا مش عارف يغيره، معلش في الكلمه يعني، ما هو كان القرد رافع نفسه. تمام؟ فانت لازم تطبق كل الحاجات الشروحات والاشياء دي كلها وتعمل اللي عليك. والله لقيت نفسك ان انت مش عارف برضه تجيب تغير المحتوى، اعمل كذا، اشوف الناس عايزه ايه، اشوف اللي بيهم الناس. انا بعمل فيديوهات مش ليا ولا البتاع، انا بعمل فيديوهات للناس للمشاهد، فهل الموضوعات دي تهمه ولا لا؟ تمام كده؟ اشتغلوا صح يا جماعه وطبقوا الشروحات اللي احنا بنعملها، وان شاء الله باذن الله قناتكم تكبر. والله انا كل كلمه اقسم بالله بقول بعملها في قناتي، انا ما فيش عندي اي اسرار في قناتي، حتى باجي اشرح بشرح على فيديو عندي على قناتي، بشرح على يعني تفاصيل رفع الفيديو، بشرح على وصف الفيديو بعمله ازاي، كل حاجه انا بقولها ليكم انا مطبقها على قناتي. والحمد لله ده سبب في ان القناه الحمد لله فتره صغيره الحمد لله بدات تكبر الحمد لله، وبيكوا انتوا يعني، انتوا سبب توفيق ربنا سبحانه وتعالى ثم انتوا يعني، بشكركم جميعا يا ربي كده، وتكونوا بخير وسعاده، وبتمنى لكم والله كل التوفيق والنجاح في 2021. لو انت اول مره تدخل قناتنا اشترك في القناه وفعل جرس الكل عشان يصلك اشعار بفيديوهاتنا، واعمل لايك للفيديو لو انت يعني ايه عايز ان انت تعمل لايك للفيديو. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في ناس كانت بتسالني بتقول لي يا باشمهندس احنا بنشغل برنامج في بي ان على يعني مشتركين مع بعض، وبنشغل في بي ان واشياء زي كده علشان نجيب ارباح ونزود الارباح، او عشان نحصل على 10 دولار واشياء زي كده الاولى علشان يجينا البين كود، هل ده ينفع وهل ده قانوني ولا ممكن يسبب مشاكل في قناتنا؟ في الفيديو ده بعرفكم استراتيجيات كويسه جدا هتفيدكم في 2021 ان انت تحقق ال1000 مشترك، ولو انت قناتك كمان عليها 1000 مشترك ان انت تزود المشتركين عندك وقناتك تكبر. زي ان انا استهدف صح في منصه يوتيوب 2021، ازاي ان انا اعدل على الفيديو بعد ما رفعته على قناتي، ازاي ان انا اعمل تعتيم على جزء معين من الفيديو، او ان انا اغير اضيف موسيقى على جزء معين من الفيديو، ازاي ان انا اعمل ازاله لحقوق الطبع والنشر. عايزين نعرف كل حاجه عن الفيديوهات القصيره او الستوري والمنتدى. هل عمل بث مباشر كتير على قناتي يؤثر على قناتي او يسبب مشكله اثناء المراجعه، او ممكن يغلق قناتي او يؤدي الى غلق قناتي، او مثلا الارباح تتوقف على قناتي لو انا بعمل بث مباشر كتير؟ ازاي نعمل بث مباشر لفيديو مسجل عندنا او قديم عندنا وعايزين نعمله بث مباشر على قناة اليوتيوب او على الفيسبوك سواء كان من الموبايل او من الكمبيوتر؟ والحصر كمان ان انت تقدر تعمل بث مباشر على الفيسبوك وعلى قناة اليوتيوب هما الاثنين في نفس الوقت. تحديثات اليوتيوب 2021، صفحة الهاشتاج الجديدة في بحث اليوتيوب. ان شاء الله في الفيديو ده بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ان انت قناتك ليه مش بتكبر. السبب الاساسي في ان قناتك مش بتكبر وانت مبتدئ على اليوتيوب هو انت. احذر وخلي بالك قناتك ممكن تتسرق بهذه الطرق. احنا قناتنا كانت تتسرق، علشان كده بعرفكم التجربة دهيت وبعرفكم الاشياء اللي الناس دلوقتي بتسرق بها القنوات. سيتم فرض ضرائب على كل منشئين المحتوى ايا إن كان انت موجود فين، سواء كان في امريكا او بره امريكا. ارباح الفيديو اللي بتجينا هل بتعتمد على مدة الفيديو ولا بتعتمد على ايه بالضبط؟ ايه اللي يحصل لقناتي لو انا مسحت فيديو من على قناتي، او حولت الفيديو لغير مدرج او خاص؟ السؤال اللي بيشغل كل الناس، ايه سبب نقص المشتركين في قناتنا؟ احنا بنعمل ايه؟ والله المشترك بيجي دلوقتي بيروح بعد شويه، يا جماعه ما تلغوش الاشتراكات، يا جماعه يا جماعه يا جماعه. يلا نشوف المشكله اللي احنا كلنا واقعين فيها دي.